السلام عليكم. وعليكم السلام. يا استاذ انا عندي براءة اختراع ما ادري وش صار عليها. روح سدد رسوم براءة الاختراع. يا اخوي صار لها الحين عندكم 5 سنوات، اي رسوم اختراع اللي تقول لي عنها رسوم وما رسوم يا ابن الحلال؟ لا تعال الله يحفظك، تعال اجلس مكاني وعلمنا شغلنا بعد. يا استاذي انا مخترع، واختراعي هذا راح يرفع اسم السعودية بين الدول، وقبل سعوديين كثير وصلت اختراعاتهم للعالمية. الله الله، هالحين انت بترفع اسم السعوديه فوق الدول باختراعك؟ عموما انا باخذ اختراعي هذا وبقدمه في الخارج، وبتشوفون هناك كيف الاهتمام في المخترعين. ارحمنا يا نادي النصر والعالميه. اقول لا تتحمس كثير يا ابو الشباب، وبعدين اذا جاء دورك هم بيكلمونك، مع العلم ان اختراعك ما لقى قبول عندنا. سلام عليكم. ادخل يا باب زي الحياه، ليش تدري عند الناس؟ ايش فيك؟ ايش على الولد اللي امسح وجهك الحين؟ وش هي على الولد؟ ولد سطردوه من المدرسه صفوه قويه قاعده 3 سنين مو متوسط، اللي معه بالمصر كلهم مزرع. يما انا يعني شلون اشرح لهم يا ربي؟ شوفوا انا الحقيقه يعني افكر انكم انتم ما دخلتوني المتوسط مباشره، المفروض الجامعه. يما الجامعة في النص جبهة الجامعة، لأني أنا عبقري ومناهج التعليم عندنا الحقيقة ما تناسب قدراتي وإمكاناتي العبقرية. العباقرة، طيب يا عبقري قول لي شلون بتلاقي وظيفة إذا الجامعيين اللي عندهم شهادات عالية وقاعدين في بيوتهم وما هم لاقيين وظيفة، أنت بتلاقي؟ لا تشيلين همي يمه ولا تشيل همي يبا، لأني أنا إن شاء الله راح أرفع رؤوسكم أكثر وأكثر وأكثر، وراح يطاردوني كل المسؤولين وكل الوزارات وكل المؤسسات وكل الشركات عساس يشترون اختراعي اللي حيخدم العالم والأمة العربية. حاجي والله، أنت بتجيب لي جلطة أنت؟ أنت بتحبل فيني؟ هل ما نجحت في المتوسط؟ تبي تصير عبقري؟ وشو فيه؟ أنتوا عارفين وش الفرق بيني وبين الأستاذ أديسون والأستاذ دحيم اللي هنا؟ لا ما نعرف، قول. شيء جميل جدا أنك عايش يا دحيم مع ناس جهلاء. عموما الأستاذ أديسون نادى أمه منيرة بالمدرسة، تعالي يا منيرة. جت منيرة قالوا هذا ولدك أديسون؟ قالت نعم إنه ابني. قالوا خذيه لأن ثور الله في برسيمة متخلف عقليا ودلخ، وسبحان الله العظيم شاءت الأقدار أن أكون مثل أديسون. نادوا الوالد وقال هذا ولدك، هذا ثور الله في برسيمة دلخ، خذه ولا نشوفه في المدرسة، وإن شاء الله إن شاء الله قريبا سوف تنادوني الأستاذ دحي سمون. ادحي سيبون والله ما تذل على وجهي لا هنا اشلخ راسك. شوف شغلك معاه. ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس، ما فيش. قومي مشينا 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 مشينا. وين 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 عسى باشر، وش فيك؟ ما يجيك الشر يا اخت الشيخ مناحي، جاني فكرة جهنمية، فكرة تخلينا فوق مع الجو المخملي. وشي وشي؟ بتدخل الماس، بتدخل ذهب. منوحي منوحي، خف علينا يا اينشتاين، فجأة كذا منوحي في راسه افكار جهنمية. وش الترتيب؟ الترتيب اني امسك في السبت، ها شفتي لي اشلخ وجهك فيها، فهمتي ولا لا؟ اينشتاين انت واشكالك، انا عندي طال عمرك اسمعني دليل، هذه دلخه مايعه. لا تعرفني منوحي. عليك منها. شوفي، في مخترع سعودي سوى براءة اختراع واعطوه 95%، وقاموا اعطوه شهادة براءة اختراع، وانا بجيبه هنية ها وبلعب في مخه وبشري براءة الاختراع منه وابدا مشروع الجهنمي. قول عادي يا اخوي، ليه اكثر؟ اختراع وفلوس وذهب وما ادري ايش، ما ظنيت ان ابو سروال وفانيله في مخه ذا بيخترع شيء. وصل احساسك، وصل احساسك يا دليل. الموضوع هو سروال وفانيله، ها بدل سروالين تلبس سروال واحد. ها؟ اي شلون الحين احنا نلبس سروالين؟ ما رجعنا نلبس سروالين. المخترع هذا سوى سروال واحد، يعني 2 في 1، من هنا الى هنا كثافه قماشيه كبيره جدا تغنيك عن سروالين، ومن هنا الى هنا السروال واحد خفيف عشان البروده، وبالتالي ما تكسر قماش كثير تقعد تفصل. يعني الحين العالم وصلوا القمر وانتوا الله يهديكم وهذا الاختراع سروال وفانيلة؟ لا ما هو بكذا، يعني انا اقول لو انهم مسوين شيء يبرد في ذا الحر في ذا الصيف، ما هو بسروالين مدري سروال وقماش. ترى بعدين على فكره يا اخوي، ترى هذا ما يسمونه اختراع، هذا تصميم. فعلا. عموما انا بروح لصاحب الاختراع عشان اخذه واطوره، بشبك الفانيلة في السروال وبحط هنا محل الجوال مخبأ، لا هزات وبحط انا البيجر، وانا للفلوس، وانا المفتاح، وبخليها كلها زرير، ومن انا سحاب، يعني اذا بتفسخ الفانيلة والسروال ما تتعب تطلعها من راسك وبرجولك، لا بس كذا.
منوحي بالله عليك، بالله عليك، الحين هذا اختراع يعني العالم هنا، في شباب ما شاء الله عليهم سووا اختراعات ممكن ترفع روسهم وروس البلد، لكن بعدهم من المساكين ما وافقوا عليهم. وصل احساسك، وهذا اللي بوصله لك. اذا شفت السراويل والفنايل مكتوب عليها ميد ان سعودي عربيه، انتاج شركه الشيخ مناحي ليمتد. اقول يا شيخ مناحي تعال، بس تعال ها الاستيكرات لو نشوفها على السيارات على الطيارات على الاجهزه، طيب على سراويل عاد والله المثل يقول مد الحافك على قد سروالك، مد رجولك على قد سروالك. إيه هذا اللي افهمه انا حبيبتي. الطيارات والكمبيوترات والمصانع هذه يبغى لها ناس مفتحه، يبغى لها مهندسين، يبغى لها فلوس، يبغى لها دفع، ما يبغى لها فساد وسرقه، فهمتي ولا لا؟ احنا الحقيقه ما يتهيا عندنا الا السروال، الحين الامكانيات على قد السروال، فبالتالي ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس. يلا البس البس ويلا يلا يلا بسرعه، يلا يلا ما فيش فلوس، يلا يا اخي تعالي تعالي. حيم ها وين اللي طقك بكوس؟ اللهم الغباء يا حبيبي. الدائره ها بوكس، المربع برجل. شوف 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 شايف كيف؟ يلا 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 اوكي ها يلا يلا. ايه عزمتك يا زلاب عزمتك. يدك خربانه، اليد خربانه، ولا انت خشاص اصلا؟ سامي حبيبي قبل ما تعصب ويطلع ريحه كفرات حاول تهدى. اول شيء المفروض انك تشكرني اني سويت الاختراع الجميل، وعلى فكره انا مسوي دعوه لجاكي شان في الجنادري لاني بطبق على اللعبه، وفي لعبه ثانيه اسمها دبليو اكس تي مي، هذه من اختراعي ان شاء الله. يا عمي يطير انت وجهك يا دحيم، مسوي لي في امه مخترع، جايب لي بزارين يطقون تقول مخترع؟ شف شف لا الحين يطقون بعد. انت عارف ايش الضربان هناك؟ عادي عادي يا دحيم البزارين يطقون في اي وقت يا المخترع. لا يا حبيبي لانك انت جالس على اليد وضاغط على المربع وهم يطاقون هناك. يلا بايا. حلو اي والله هو صادق لكن مخترع وانا ما ادري. تحيم طيب والحين انت وش صار على اختراعك؟ لا تذكرني يا اخي ما صار شيء، ودعمهم غير كافي، وغير كذا انا احتاج الى مختبرات مجهزه ومعامل، وهذا للاسف ما اتوقع انه متوفر عندنا هنا. طيب ليه ما تخاويني؟ انا ارسلت اختراع لجامعه امريكيه ونبذ عنه وجتني الموافقه عليه، ودعوني الاسبوع الجاي على مؤتمر فيه اكثر من 600 اختراع ومن ضمنهم ادرجوا اختراعي بينه. الله يوفقك وان شاء الله يفوز اختراعك، واحمد ربك انه اختراعك ما طاح في يد واحده مسؤوله وحامل، ولا كان ما أعطوك اختراعك إلا بعد ما تولد وتنتهي إجازة الأمومة. تصدق كثر ما أنا فرحان أنه في جامعة أمريكية قبلت اختراعي، إلا أنا حزين ومضايق أنه في بلدي ما حد قدر اختراعي، وفي شباب كثير مثلي ما حد قدر اختراعاتهم وراحت هباء منثورة. سام سام ايش فيك تحيم؟ يا اله الا الله تحيم ايش فيك؟ روعتني. لا 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 سبحان الله يخلق من الشباب 40. انت انسى الموضوع الحمد لله. عموما سامي انا الحقيقه راح اقول لك شغلات كثيره جدا ولازم تستفيد مني. يعني انا شتايم اسحاق نيوتن مدري وشو ابردهام ابرقهام مخترعين دول العباقره دول ترى ما يكون عايش معي، حتى عبد الكريم عبد القادر ما ياكل عيش معي. عبد الكريم عبد القادر ذا مطرب كويتي. لا لا يا حبيبي لا 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 هذاك مطرب، هذا مخترع الماني من اصل ياباني واسمه عربي ومسلم سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. عموما خلينا بس بشيء كان شغله بسيطه عشان اشوف. حلو 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 حلو، هذه لو تحطيت فيها ممكن تقطع اليد كامل، بس هذا في فيران. لا 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 شارينا من سوق الحمام بعشر الله. ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما ماتت ما ماتت لا ما ماتت لا ابغى اطول. حبيبي ما شاء الله حبيبي. عموما بس انا عندي سؤال صغير. ابد خذ راحتك انا كلي لك حبيبي. هذا وش هو ذا يا تحيف ذا؟ هذا اختراع سويته وكنت مسميها الفيل. وش ذا الفيل اللي ما له رجل ورجلين؟ لا هذا فيل برماي ما له رجل. برماي طبعا برماي يعيش في البحر، فبالتالي اي برماي ما له رجل سبحان الله العظيم. ما شاء الله. عموما سامي سام تكفى يرحم والديك لا تعلم احد. بعلمك بسر باختراعي يكسر الدنيا بيخلي الخليج يفر على رجل واحده. قل والله ان شاء الله بذمتك. ايه
أنا اخترعت يا سامي مصباح كهرب وغازي. أقول تحيم ورا ما نقلب اختراعك ذا الغاز وباعي أزين. سامي أنت عارف إن درجة المختبر عندي واصلة 52 على حر الرياض، فأنا خايف على رانب والفيران والقرديم وتوم الحارة، فبالتالي أنت تلحقهم لو ماتوا. يا أخي اختراعاتك سيئة جدا، يعني غاز وبائي بيصير اختراعاتنا من الاختراعات الوبائية لأنه يشتغل على الغاز، وإذا خلص الغاز بيقلب كهرب، لكن أنا شلون؟ أنا بشغله على الكهرب، وإذا خلص الكهرب وطف الكهرب نشغل على الغاز، وكذا اختراع مجنون. طيب تحيم تاقى ذا الحين بيعطونا براءة اختراع على اختراعنا ذا؟ أبشرتني يعني شور يعني أكيد يا أستاذ سامي، فبالتالي ربعنا الأشياء البسيطة يفهم فيها ويعطونك مباشرة براءة اختراع، لكن الأشياء الصعبة اللي تخلي مخهم يشتغل يماطلونك سنة سنتين ثلاثة أربعة لين تموت في حادث يصدمك فيه مفحط ويكتبون فقدنا مخترع عظيم. ما شاء الله. طيب تحيم ورا إذا خلصنا اختراعك ذا اللمبة ذا ما أدري وشو، ورا ما نخترع اختراع قطو؟ إي الرياض مليان تنفيران، والله يا اختراعنا لن يكسر الدنيا. قطو خير إن شاء الله، الظاهر إن أسهرناك يا الحبيب، راح أشبك الفيش بس أوريك اختراع الجديد. وتحيم يعني وبعدين وش نسوي مع هالولد؟ وش نسوي مع هالولد؟ شايتني آخر ليلتكم، وش نسوي مع الولد؟ شايتني من سنتي وياه؟ شايتني كنت وياه؟ أنت مسؤول عنه. أنا أقول يعني ما أدري، حاسة أن قلبي ناغزني، يعني أنا خايفة قاعد يسوون شيء هو وسامي. كان زين تروح تشوفهم تطمن بروحك، أنا خايفة يا أبو تحيم لا يتعطون مخدرات. مخدرات يا لا أهلا حبشك يا حبشك ولد ولد حبشك أبو تحيم تعمل تحيم سامي نص الجبهة. شفت اختراعي كيف؟ حتى وقت الانفجار سبحان الله العظيم طافي. خير ان شاء الله. وش الصوت؟ وش على الانفجار؟ ابد 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 حيم، الاختراع حقي المصباح شبكناه على 220 وهو 110 وصار في انفجار كهرب وغازي. حيم هذا بنسميه اختراعك كهرب انفجاري. مصباح أجل قولوا للمارد اللي خرج من المصباح يوظفكم. أقول يبا لو طلبنا المارد يجيب بطولة لبعض الناس ترى أهون من توظيفنا الله يحييك. عجيب أنا عارف الخرابيط هذه ما يسويها لو تحيب أي فد حيب أيكم. عارفة أدري يا بنات اكتشفت ان الشعب السعودي شعب مو استهلاكي وشعب منتج وصاحب فكر وتطوير. منوحي يعني هذا الاختراع اللي ذبحت عليه؟ صحيح صحيح. يعني انتم خلاص بتغيرون زي الرسمي حقنا؟ لا ما اسمح لك، هذه جمله استعراضيه استفهاميه ما لها موقع في المشروع حقي. حقيقه احنا ما راح نغير ولكن نعمل بعض التشوش ها لتزيين الزي، حيكون زي خليجي موحد ان شاء الله. ها على فكره ممكن يكون موضه العام القادم باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. منوحي ممكن اعرف هذا الاختراع الجميل وش بتسميه؟ الحقيقه اطلقت عليه هنا في العالم العربي منيحو مطلق يعني يعني على وزن جورجو الماني. اقول وراك ما تسميه سروالتشي؟ شايك ايه عبد الفلاتشي تليه التقدي احنا الشباب بيقتنعون بتقليعات منوحي. والله ما هو بس الشباب، اظن حتى يسوونها للاطفال، بيسوون بربتوس كذا بنفس الشكل. عفوا يا بنات انا في مفاجاه لكم بقولها عشان اقهر الشباب، ابزين زيه للحوامل. واو الان احس ان الجو حار، بالتالي كيف اعمل اذا الجو حار؟ ارفعه فيصبح فنيله. تذهب الى غرفه نومك بدون فنيله. شوف يا سامي أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا ترى مو سهل، أنا رجل مو سهل،
أنا رجل مخترع عبقري يشهد التاريخ بعد فترة زمنية كبيرة أنه هذا الرجل كان ثروة وطنية ما استغلت. يعني أنا أشبه نفسي بنيوتن، بنشتاين، بهتلر، يعني عباقرة. ترى دول انجلدوا من أبوتهم، انجلدوا جلد. نيوتن ذا أنضرب ضرب فوق السطوح لين عض الأرض، نفس اللي حصل لي بالضبط. بس وين كل اللي قابلوهم وانتقدوهم الآن يكتبون عنهم أنهم عباقرة وحققوا كل شيء يبغونه وخدموا التاريخ والإنسانية؟ وأنا بإذن الله تعالى سأخدم الإنسانية. يا عليلك يا تعيب، تكذب وتصدق الكذبة. نحن بوبليسك لمبة لمبة، بغت تشبينا وتشبي بيتكم، وأبوك خمعنا كسر روسنا. أقول أنت سعودي مخترع. تضحك انت والخرامة ذا اللي في فمك. حبيبي راح شوف الجامعات الأجنبية اللي برا، كل المخترعين والعباقرة كلهم شباب، شباب سعوديين من أمثالي. حتى جامعة الملك سعود صنعوا سيارة وسموها غزال. إلا على طار الغزال يا دحيم، وين ودوه هذا السيارة؟ حاطينها في محمية يا أخوي، هذه مكلفة مليارات وبلاوي وإعلانات ومدري إيه وصجة. تبغى غزال يطلع في الشارع؟ ما هي معقولة تلقاه أنت ماشي في التخصص ولا قدام غزال، لازم يكون في محمية، فلذلك حطوا لها محمية الغزال. أقول تعيم ورا ما نخترع مثلهم. حين بتكلم جدا أنت وجهك تخترع، أنت حدك ممكن تخترع كنداسة، علبة نيدو وتحط كنداسة منهم منها. حبيبي ليه ما نسوي مثلهم؟ أنا ما قلت شيء، أنا قلت بس نخترع مثلهم يعني. في نص الجبهة مع الحواجب مع قليل من رموش العين، وانت في ظنك حبيبي انك مخترع. يا عزيزي ابسط شيء لو تفكر فيه انت ولا الزقاير بيجي مخك شد عضلي، فهمت ولا لا؟ تبي اخترع سيارة مهبول انت، لكن تعال وش رايك تدل التشريح ولا لا؟ خلنا اروح التشريح واخترع لك سيارة مجنونة ونسميها سيد قشطة. هذه ما يبغى لها محمية مرة يعني، قشطة عيش حياتك. يا ويلي ويلاه والله اللي ضاعت فلوسك يا ابنائي. يا ويلي ويلا يا خسارتي خسارة، ما فيش فلوش يا حبيبي، ما فيش فلوش. يا بنات الحقوا علي ارحم والديك. وش لك؟ وش لك؟ تعالوا لا تفهموا غلط، هذه ديني ديني وهذا راسي، ما في شيء. تعالوا انا خسران، المحل ما جاب ولا بعت بريالين. منوح انا قايلت لك من البداية اترك عنك هالمشاريع الفاشلة، بس انت ما تسمع كلامي. يا ويلي ويلا وش اسوي وش اسوي الحين؟ علي ايجار وعلي فلوس عمال وعلي سيارات وعلي بلاوي الدنيا. انا الحين بس ابي افهم، انت لما رحت تاخذ قرض هم يدرون انك بتسوي ذا السراويل وعطوك مليونين؟ اي يدرون يدرون. وش اسوي طيب وش اسوي؟ اعطوني فكره الحين، طلعوني من الزنقه دي اللي انا فيها. منوحي منوحي انا عندي حل. يرحم والديك. شو يرحم والديك؟ وصل احساسك بسرعه. انت الحين وش ملزق على السراويل؟ ملزق على السراويل قماش قماش هذا يا اخوي. يا اخوي شوف 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 هنا هنا قصدها هنا وش ملزق وش كاتب هنا؟ مكتوب مكتوب KSU ها سعودية عربية منفوحة تلفون. لا لا هنا مكتوب KSA صح؟ اي صح. منوح انا قصدي شيل الكي وحط سوي هني يعني تشوف كيف يو اس اي. يو يعني انا، يو يعني سروالك انت. يا اخوي يا اخوي يا مناحي بس تشيل حرف الكي وتحط اليو. طيب بس انه لازم نفتخر في الصناعه السعوديه، هذا قماش سعودي متعوب عليه. لا حول الله يا منوحي يا منوحي افهم يا حياتي، الناس هنا عندهم عقده لاي شيء اجنبي، يعني تجيب لهم شيء اجنبي يقولون واو يفتخرون فيه يعتبرونه موضه، بس اي شيء هنا حتى لو مستواه جيد يعتبرونه شيء فاشل وتشيب. طيب يا دليل تعتقدين اني لو حطيت اسم امريكا على السروال حقنا ذا بنبيع؟ اقول اتصل الحين الحين في المصنع واعمل اوردرات، يلا بسرعه وش تنتظر؟ ريلي ريلي اوف كورس. سبحان الله ان كان عندنا العقده حتى في السروال السعودي، لا اله الا الله. ما جو هيد جو هيد جيبوا الكراتين نزلوا السياره عشان USA سروال مناح. استمتع بسروالك، الكمية محدودة، ليس طبقة بل طبقتين. استمتع.
first winner on number one is the Saudi student Muhammad Ibrahim Khalid. اسف مخترع سعودي حبيبي. بعد على فكره ترى ما في فرق بينك وبين سمير، يعني اللون يحن سبحان الله العظيم. سبحان الله، ترى اكتشفت اكتشاف خطير. وشو؟ اثبتنا السعوديين حنا عباقره فعلا، يعني اليابانيين مسوين زحمه ومسامير ومدري وشو وكفرات ما شاء الله ورفع كلام فاضي. حل. شوف نص السياره فكناها. والله انك صادق. ناظر الى العبقري السعودي. شوف. ما شاء الله. صدق على الله العظيم. والله تصدق تدور مروحتها. تعال تعال فيك من قدام. تعال يلا حيين. ها وارد حيين. غطيتني مع المكينه وانا في نيرابو. فوديتك. اسف بعدين وراك مغطي هذه بتحلق لها. اي راسي وثقل انا اختراع سعودي حبيبي. لازم تغطي. اي والله والله. الف مبروك. الف مبروك. الحمد لله على السلامة. أمامة ترى ما بقى علينا الا نجيب جرك البنزين نحطه في التانك حبيبي. طق السلف المؤتمر الصحفي. ما معنى قروش. والله ما معنى قروش حق البنزين. تحيب ورا ما نقعد نضغط المكينة نفكك والربط ونخترعها على الطاقة الشمسية. لا الا الطاقة الشمسية. بلا تبن بلا شمسية بلا قمرية حبيبي. خلنا على البنزين. البنزين ارخص شيء في السعودية فاهم ولا لا؟ طيب البنزين ما ارخص الحين في السعودية. فرضنا انه خلص البنزين. ايه سؤال حلو جدا. لو فرضنا انه خلص البنزين والبترول انا عدم في السعوديه. كمل سؤالك. خلينا نشوف كمل سؤالك. هل يا قلب اقولها مره ثانيه. اي مره. احلى هل اخلص على ليلى. اعوذ بالله من كلمه هل عدينا العده بالبدائل بالمصانع كلش عظيم. اهنيك رجل عظيم عبقري واقف امام عبقري. وهذا لا. ندل على شيء يدل على ثقافتك. بوسه على الخشم. لا اوكي حبيبي. شوف سم. لو انتهى البترول عندنا احنا عدينا العده اصلا نلجا لزمن البعارين والحمير والخيام وانتهى الموضوع. هذا الحاصل يعني ما طيب. عندنا شيء على طريق البعارين والما بعارين. ولا ما نركب الحين هالسياره ونروح. بنروح بسيد قسطه بنقهر كل المخترعين السعوديين. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا جاي أقدم على اختراعي المسجل باسمي علشان أنتجه في السعودية. لا حول ولا قوة إلا بالله. جمع له حديدتين وغثنا ذا المخترع نشبنا نشبهنا. يا حبيبي أنا جايك من أمريكا واختراعي حاز على المركز الأول وعرضوا علي الجنسية وطلبوا مني أسجله باسمه وعطوني مغريات تجبر أي أحد يوافق، لكني رفضت علشان أرجع لبلدي وأخدم ديني وملكي. أوه أخلص علي. الحين اختراعك هذا ينفع المصنع العصير ومويه الصحه. وعلى فكره ترى ما عندنا في السعوديه هنا الا مصانع المويه والعصير. ولا تنسى الالبان نسيتها. الا على طاري الالبان والبقر والمشاريع وما البقر، مشروعك ما ينفع للاشياء هذه؟ بقر والبان يا ابن الحلال وش تقول لي؟ اختراع ذا ينفع للبشر؟ لا ما ينفع للمصانع اللي تقول عنها انت. كل المصانع اللي قلتها هجر المستورد افضل مليون مره من اختراعك. على العموم انا بروح امريكا وخلك عند الالبان والبقر حقك. We'll be right back.
ما هالدنيا مشاهد عيش بس اسمع وشاهد افهم المضمون واسكت تلقى في المضمون شاهد.